بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي، قبل ما نبدأ حلقتنا اذكروا الله، صلوا على الحبيب المصطفى علشان تكسبوا ثواب وأنا أكسب معاكم الثواب. يلا بينا نبدأ الحلقة. في صعيد مصر، في قرية من القرى، في بيت متهالك جدا، بيت يبان عليه الفقر جدا، كان قاعد راجل عجوز مع بنته الشابة وهو بيتكلم وبيقول: بقولك ايه يا إسراء، إيه انت لازم تتجوزي، انت خلاص يا بنت كبرتي وبقى عندك 23 سنة. احنا عندنا هنا في الصعيد البنت بتتجوز على 16 سنة، وكل ما اجي اكلمك في الموضوع ده دايما بترفضي ومش بترضي، وكمان بتطفشي كل العرسان. ايه اللي بيقولك؟ انا يا بنتي عايز افرح بيكي قبل ما اموت، ابوكي خلاص كبر في السن وخلاص في اي لحظة ممكن اقابل ربنا. مالك يابا، نبرة صوتك النهاردة والحنية دي فيها حاجة عجيبة، فيها حاجة. وبعدين يابا، ما انا على طول انا اللي بطفش العرسان ولا انت اللي بتطفشه؟ مش حضرتك اللي دايما بترفض علشان مش بتدفعوا فلوس كتير؟ انت عايز واحد يابا تبيعني ليه؟ عايز واحد يدفع كتير؟ قول يابا، قول واحد من الاخر عايز مني ايه. لا يا حبيبتي، انا مش قصدي حاجه، انا خايف على مستقبلك، عايزك تكوني متجوزه واحد غني يحافظ عليكي، مش عايزك تتمرمطي في الفقر. مش كفايه الفقر اللي احنا عايشين فيه؟ يعني انا لما ابص ان جوز بنتي يكون واحد غني وتخليها تعيش زي الهواني، وانا كمان اعيش عيشه مرتاحه الايام اللي فاضلين لي من العمر، هو انا كده اجرمت؟ كده اجرمت يا اسراء؟ اب، انت عمرك ما فكرت فيه، كل اللي بتفكر فيه انك عايز عريس غني يديك مبلغ محترم علشان خاطر تبيعني ليه، مش اكتر من كده. إيه انت مش جاي تقول الكلمتين دول؟ فبلاشهم دلوقتي علشان انا حافظاك. الكلام ده يابا انا خلاص ما عادش ياخد معايا سكه، خلص يابا خلص، انا حافظاك. وقول انت عايز مني ايه بالظبط، جالك عرض حد يشتريني ولا ايه بالظبط مخليك دخل عليا بدور الحنيه دي؟ كانت أسراء قاعدة تراقب أبوها، فأسراء حافظ أبوها وعارفة إن أبوها ما يعملش حاجة ليها، ده أبوها بيطفش كل العرسان اللي بيقولها، وياما كانت معجبة بأي شاب يتقدم لها كان بيطفشه علشان الفلوس وعشان هي اللي بتصرف عليه وعلى البيت. أبوها اتكلم وقال: من الآخر كده، طالما أنت مش جاي معاكي الوش الحلو يبقى هتيجي بالوش الخشب والتزعيق، جايلك عريس لقطة كل البلد بتتمناه بس هو عاوز يتجوزك، جالك انت وهيبقى من نصيبك انت. وبصراحة انا بقى وافقت لانه ابن ناس وغني، ده اغنى الاغنياء في البلد كمان، شفت يا وش الفجر؟ وهو ابن اغنى الاغنياء في البلد ده هيبصلي على ايه؟ احنا لا عندنا ارض ولا عندنا الفدادين ولا عندنا الجسور ولا البيوت، اكيد وراه مصيبة علشان كده اتقدملي وهيدفع فيا. قول لي يابا اتكلم، وافقت علشان ايه؟ ووافقت على الجوازة دي ازاي؟ عمل لك غسيل مخ ازاي يابا وخلاك طاير بيه قوي كده؟ ابن مين ده يابا؟ ابن مين ده اللي انت طالع به السما وهتقول ان بنات البلد كلها هتموت عليه؟ مين يابا؟ مين اللي دفع وانت هتبيع له البيعة وهو يشيل؟ ابن العمد، ابن العمدة بجلالة قدره يا وش الفجر، عايز يتجوزك. خلينا نخلص منك ومن بوزك الفجر ده، وهو الله يكون في عونه ببوزك الفجر ده. يا نهار ابيض، ابن العمدة متقدم لاني وعاوز يتجوزني وانت وافقت؟ انا استحالة اوافق على الجوازة دي، حرام عليك، حرام عليك يابا، انا مش هتجوزه ابدا مهما حصل، انا استحق انسان كويس زي. اوعى يابا تكون وافقت واخدت منه الفلوس، اوعى. هو ماله بقى ابن العمد؟ قوليلي كده ماله يا حبيبتي؟ يابا ايه ده، هيدفع فيك 400,000 جنيه، الرقم ده انا عمري ما سمعته في حياتي ولا كنت عمري احلم ان اشوفه، يبقى حد يديهولي كده حتة واحدة؟ بس ده عاجز يابا، هو اكيد عاوز ياخدني ليه خدام، انت عارف ان هو قدم لكل البنات اللي في البلد تقريب وكل البلد رفضته بسبب ان هو عاجز. انا عارف ان المرض حاجة مش بتعيبه وان دي حاجة بتاعت ربنا وانا ما حسبوش عليها، بس اكيد هو مش بيحبني
واكيد هم واخديني خدامة عنده في البيت، علشان كده انا مش موافقة على الجوازة دي، مش موافقة. على فكرة بقى، أنا مش جاي أخد رأي، أنا جاي أعرفك إنك هتتجوزي. يا أنا هتتجوزي، ابدأي بقى جهزي نفسك واهتمي بنفسك زي كل العرايس ما بتهتم بنفسها. إن شاء الله كتب كتابكم هيكون في خلال أسبوعين بالظبط. أنت إزاي تعمل كده؟ إزاي يابا تروح تحدد فرحي من غير ما تعرف ولا تقولي أي حاجة، كمان من غير ما تاخد رأيي؟ ده ما يرضيش ربنا، ده مش هيحصل، لازم يحصل رؤية شرعية. لا انا ولا هو حتى قعدنا مع بعض مره. ازاي تعمل كده؟ ازاي وافقت على حاجه كده؟ منك لله، انت ليه بتعمل فيا كده؟ ليه يابا ليه؟ بت انتي، انا مش عاوز وجع دماغ، هو ده اللي عندي. هتتجوزيه يعني هتتجوزيه؟ هو انت كنت تحلمي انك تعيشي في بيت العمده؟ ده كفايه انك هتعيشي في بيت العمده، في كل الهلمان والغنى والذهب والقصور دي كل حاجه، بس انت عامله زي امك طول عمرك وش فجر زي امك، هي اللي جابت للفجر، وانت شكلك كملتي شبه امك. مش عايزه ابوكي يغتني ولا يبقى معاه فلوس، عايزاه يفضل طول عمر في الفجر ومذلول دايما طول العمر. انا قلت اللي عندي، هتتجوزيه يعني هتتجوزيه. هو انت عايز تختيني على قفايا؟ ما رحتش واشتغلتي ليه زمان وبقيت غني وكونت فلوس من شغلك؟ ولا انت عايز تفضل قاعد في البيت وانا اللي اصرف عليك، وفي الاخر هتجوزني جوازة زي دي علشان تتقدم لك الفلوس على طبق من ذهب وتختني؟ مش كده كله على قفايا وانت قاعد؟ انا حياتي تتدمر وكل روحي تروح، وابشتغل خدامة وانزل وانت قاعد زي الملك؟ اختنيت على قفاي مش كده يابا؟ انا خلصت كلامي معاكي ومعاش في لازمة نتكلم، انا خارج دلوقتي من البيت، وانت بداي جهزي نفسك علشان خاطر الفرح زي ما انت عرفتي هيبقى بعد اسبوعين. وخرج والد اسراء وسابها، اسراء اللي كانت عمالة تعيط ومنهارة مش عارفة تعمل ايه، كل القوة والكلام اللي كانت بتقوله لأبوها خلاص روح وانهارت، فهي عارفة ان أبوها هينفذ اللي في دماغه مهما يحصل. وبعدها الباب خبط وعرفت ان هي بنت عمها، فتحت لها وقالت لها بنت عمها: مالك يا اسراء بتعيطي ليك دي يا حبيبتي؟ هو عمي عمل فيكي حاجة؟ زعلك ولا حاجة؟ انا جاي اطمن عليكي، الاقيكي بالمنظر ده؟ مالك يا حبيبتي فيكي ايه؟ أمينة وإسراء ولاد عم بس يعتبروا خوات وكمان صحاب جدا وأسرارهم مع بعض. اتكلمت إسراء وقالت: أبويا يا أمين، أبويا هيبيعني، هيبيعني ويجوزني جوازة أنا مش عايزاها، علشان خاطر الفلوس، علشان خاطر 400,000 جنيه، طمعان في الفلوس وعاوز يرميني لناس أكيد هيشغلوني عندهم خدام. أنا خايفة جوي ومش عارفة أتصرف، مش عارفة أتصرف إزاي. هتجوز شخص أنا عمري ما اتكلمت معاه ولا حتى حبيته ولا شفته. طب اهدي كده يا إسراء، هو مين العريس اللي هيدفع لأبوك المبلغ ده كله علشان خاطر يتجوز؟ ده شكله عريس غني قوي علشان يدفع مبلغ زي ده. أنا مش هبه من الفلوس، أنا مش عايزة فلوس ولا عايزة أتجوز راجل غني ولا عايزة أي حاجة من دي. أنا عايزة لما أتجوز أتجوز إنسان كويس أكون بحبه وبحبني، نعيش مع بعض أسرة سعيدة. مش عايزة أتجوز بالطريقة دي أبدا، مش عايزة أتجوز بيها. طب يا حبيبتي ايه؟ وقولي لي هو مين العريس دي؟ مش يمكن يطلع كويس واحسن من ابوكي؟ ويبقى رحمك من ابوكي ومن كتر الشغل اللي بتشتغليه علشان تصرفي على ابوكي وعلى سهر وعلى الدار والاكل والشرب وكل حاجه. يا ابن العمده يا امين، انت عارفه ان ابن العمده عاجز وقاعد على كرسي بعجل، يعني هم اكيد واخديني علشان اشتغل خدامه ليه؟ ما هم مش هيبصولي على فجري، اكيد هم وراهم حاجه تانية، اكيد دوروا على راجل غلبان في البلد وكمان يكون طماع بيجري ورا الفلوس، وقالوا يشتروا بنته خدامة لابنهم تخدمه. والله يا اسراء ما انا عارفه اقول لك ايه. ايوه طبعا لك حق تزعلي، بس اللي هقدر اقوله لك ان اكيد ربنا شايل لك حاجه حلوه، ويعالي يمكن ابن العمده يكون سبب سعادتك وهناك في الدنيا ويرحمك من ابوك الظالم ده.
اللي على طول مشغلك وبياخد فلوسك، كأنه بيشغلك لحسابه. هو أنا جسمتي ليه كده يا أمير؟ بيحصل معايا كل ده ليه؟ هو أنا مش من حقي زي أي واحدة في الدنيا أختار شريك حياتي؟ أو زي ما أي واحدة يكتب كتابها على اللي بتحب أنا أكون كده؟ هو أنا ليه كل حاجة تكون عندي غصب ولازم أوافق عليها؟ بجد تعبت ومانيش عارفة أعمل إيه. الدنيا جاية أقوي عليا يا أمين، لدرجة إني ساعات بفكر أريح نفسي من الدنيا اللي فيها، بس بستحرم أروح لربنا كف، أقول خسرت دنيتي اللي فيها عذاب وأروح على عذاب الآخرة. أنا تعبت قوي يا أمين، تعبت. سلمي أمرك للي خلقك وهو هيدبر لك كل حاجة. ربنا بيدبر للعبد وهو قاعد في بيته، وبقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. مش هقدر أقولك أكتر من كده. إن شاء الله هتكون دي بداية لحياة جديدة ليكي، وبإذن الله بكرة قولي ده أحسن حاجة حصلت لي في حياتي. وهنا أمينة وإسراء فضلوا يتكلموا ويتناقشوا كتير على نفس الموضوع، بس إسراء ما كانتش راضية تقتنع أبدا، كانت حاسة إن هي بتتخنق، مش عارفة تتنفس ومش عارفة تتصرف. وبعد مرور حوالي ساعتين أمينة مشيت وسابت إسراء، دخلت أوضتها وقفلت على نفسها وقعدت تعيط وتبكي بكاء شديد جدا. كانت قاعدة بتكلم نفسها وتقول ليه سبتيني يا أمي من بعد ما ميتي وأنا بقيت ميتة بالحياة؟ يا ريتني روحت معاكي، يا ريتك ما سبتيني ومشيت للراجل ده، عمال يبهدل فيا ويبيع ويشتري فيا وأنا مش عارفة أعمل إيه. طب إزاي أتجوز واحد عمري ما شفته ولا قعدت معاه؟ أنا بجد تعبانة قوي يا أمي، يا ريتك كنت معايا، يا ريتك كنت موجودة، كنت عرفت تخرجيني من كل الهم اللي أنا فيه ده. فضلت إسراء تفكر كتير لدرجة إن هي استمرت في البكاء، كان بيجيلها أفكار كتير جوه دماغها، والشيطان يوسوس لها إن هي تنتحر وتنهي الحياة دي، بس كانت بترجع تخاف من ربنا، بتخاف إن هي تدخل النار وإن هي كده هيعتبر ميتة كافرة. كانت بترجع على طول عن الفكرة دي، بس الشيطان كان بيفضل يوسوس لها كل ما يجيلها خط إن هي تنتحر تستغفر ربنا وتقول يا رب ابعد عني شيطانك. أما في بيت العمدة كان قاعد العمدة في أوضة ابنه عبد الرحمن. عبد الرحمن شاب قوي جدا، جسمه رياضي، كل حاجة فيه مميزة، بس حصلت له حادثة سببت إنه ما عادش هيقدر يمشي نهائي، علشان كده كان قاعد دايما في البيت، بس بيمشي شغله من البيت، ما بيضطرش يخرج علشان ما يشوفش نظرات الناس دي اللي كلها شفقة والناس اللي بتتريق عليه، علشان كده قاعد في البيت. طبعا ياما تقدم لبنات كتير بس كانوا بيرفضوه بسبب عجزه. كان قاعد مع ابوه بيقول له ها عملت ايه يا بوي، وافقه ولا اترفضت زي العاده؟ ايه الحديث الماسخ ده يا عبد الرحمن؟ انت عبد الرحمن ابن الحاج محمد العمد تترفض ليه؟ ده ابوها كان طاير من الفرح، وكمان لما قلت له الفرح كمان اسبوعين وافق. يا بوي انا ماليش دعوه بابوها طاير ولا مش طاير، الا ايه لي دعوه بالبنيه؟ البنيه رايده ولا لا يا بوي؟ انا مش عايز اخصبها على حاجه. اسمع يا عبد الرحمن، هاني قبل ما اجيب لك صوره للبنت ومن قبل ما اكلم ابوها انا سالت على البنيه، وعرفت ان ابوها راجل طماع ومشغلها وبياخد فلوسها منها. هي البنت مش شافت يوم عدل من ساعه ماماها ماتت. لو انت يا عبد الرحمن قدرت تديها الحنيه والحب والاهتمام، صدقني هتكون لك الزوجة الصالحة وأم الأولاد الصالحة، ومش عاجزك اللي هيقف في طريقها، حنيتك أو قسوتك هما اللي هيحددوا العلاقة، وأنا عارف إن قلبك فيه حنية مش تتوصف. يلا يا عريس اجهز، ده كلها أسبوعين وتبقى عريس والكل يفرح، وصدقني البنية هتحبك، غلبانة وطيبة وهتحبك. أهم حاجة أنا عندي سعادتك، ويا سيدي لو لقيت نفسك مش مرتاح معاها أنا اللي بقول لك هنهي العلاقة دي، بس بص هتيجي بعد فترة وتقول لي يا ريتك يا ابوي جوزتها لي من زمان. يلا يا ولدي أساعدك تغير هدومك علشان تنام، وأنا كمان أنزل أنام، أنا تعبان من الصبح. وفعلا
والد عبد الرحمن ساعده يغير هدومه وينزل، وساعتها عبد الرحمن قال: يا رب انا مش عايز يا رب لا اكسر بخاطر حد ولا حد يكسر بخاطري، انا راضي يا رب، راضي بكل اللي تجيبه، راضي ومتقبله. وعدى الليل وطلع النهار وما نمتش إزراء ولا لحظة، وقامت الصبح علشان تروح شغلها، قابلت أبوها اللي قال لها: كل ده نوم يا ست هانم، مش تقوم تحضري الإفطار وتنظف البيت وتظبطي الدنيا دي كلها؟ أنا مش هلحق أعمل حاجة، أنا اتأخرت كمان على الشغل ولازم أنزل أروح على شغلي علشان أحضر لك اللي أنت عايزه من الفلوس بالليل وأجيبهولك. ما انا لو ما رحتش الشغل هجيب لك الفلوس اللي انت عايزها كل يوم منين؟ لا خلاص ملهمش لازمة الشغل من النهاردة، ما انتيش نازلة شغل لحد يوم فرح، اقعدي واعملي فيها عروسة واهتمي بنفسك، ما تتمرمطيش نفسك ولا تروحي شغل ولا تعملي حاجة. وهنصرف منين بقى لما ما روحش الشغل؟ هتيجي انت حضرتك عايز فلوس علشان تطلع تسهر مع صحابك على القهوة، وعايز تاكل وعايز تشرب، هتقول لي بقى هجيب منين؟ إيه انت هتشتغل وتصرف علينا ولا ايه يعني؟ بطلي لمضة، ايه لسانك الطويل اللي فيكي ده هقصهولك لو ما بطلتش لمضة وطولة لسان. وبعدين انا بقى معايا فلوس كتير، جوز بنتي بعتلي النهاردة اللي يكفيني يجي حوالي شهرين ولا حاجة، ده غير لسه لما تتجوزي هيديني 400,000 جنيه مرة واحدة. استغفر الله العظيم يا رب، انا مش عارفة انت ازاي بتقدر تعمل كل ده، ازاي بتقدر تمد ايدك للناس وتاخد منهم فلوس، ازاي بتقدر تعمل فيا كده وتبيع وتشتري فيا؟ ده انا بنتك، بدل ما تعمل لي كرامة وتخلي راسي مرفوعة قدام الناس، فوضت امري فيك يا رب، فوضت امري فيك يا رب. لو ما كانش عيب هنا في الصعيد ان البنات تسيب بيت ابوهم وتطفش، كان زماني سبت البيت من زمان قوي، من ساعة ما امي ماتت. بقول لك يا بنت انت ما تصدعنيش، على الصبح انا مبسوط ومزاجي عالي العال، معايا فلوس وكمان مفيش حد جد النهارده، فياريت بقى تاخدي الفلوس كده وتروحي تجيبي لنا كام فرخه على كام حمامه وتظبطي نفسك وتجيبي اللي نفسك فيه، تنسي زمان الشقا. شفتي الفلوس بتعمل ايه يا وش الفجر؟ بقى انا وش الفجر؟ طب هات لي نفسك الاكل وتعالى اطبخه لنفسك، كل انا مش عايزه لا اكل ولا عايزه فلوس، ارحمني بقى وسيبني في حالي، مش كفايه الجوازه اللي انت دبستيني فيها دي؟ اللي انت هتجوزها لي روح الله يسامحك. وهنا إسراء سابت أبوها وطلعت قعدت في أوضتها كالعادة، قعدت حزينة ورافضة تخرج منها ورافضة تعمل أي حاجة. وعدى الأسبوعين ويجي يوم كتب الكتاب، طلعت إسراء من غير ما تلبس فستان الفرح، وكانت بتحاول تبتسم ابتسامة باردة جدا. اتكلمت أم عبد الرحمن اللي كانت حاضرة هي وجوزها والمأذون بس وابنهم، وقالت: انت ملبستيش فستان الفرح ليه يا حبيبتي؟ خارجة بطقم عادي ليه؟ ده النهاردة يوم فرحك وكاتبة كتابك يا حبيبتي، المفروض كنت تلبسي الفستان. انا اسفة اني مش لبسته، بس الفستان ضيق علي علشان كده معرفتش البسه. خلاص يا امي مفيش مشكلة، كده كده احنا مش عاملين فرح، ده كاتب كتابه وهنروح على بيتنا، يلا خلوا اليوم ده يعدي على خير. وفعلا كتبوا كتب الكتاب والمأذون مشي، هو وقف أبو عبد الرحمن ومراته علشان يمشوا وياخدوا معاهم إسراء، بس وقتها ادى أبو عبد الرحمن شنطة فيها الفلوس لأبو إسراء وقال له: بص يا فتحي، دول 400,000 جنيه اللي اتفقنا عليهم اللي قلت لك بعد كتب الكتاب مباشرا هديهم لك، أنا كده صدقت معاه. والله ده كرم كبير منك يا عمدة، ربنا يخليك لينا يا رب، وان شاء الله اسراء بنتي هتريحكم وهتعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، ما تقلقوش. ايوه طبعا لازم تعمل كل اللي احنا عايزينه، وكمان لازم تهتم بعبد الرحمن وتحطه جوه عينيه، واوعي في يوم تزعليه او يشتكي عبد الرحمن منك لاي سبب، انت خلاص هتبقي مراته ولازم تشاركيه في كل حاجه وتبقي موجوده معاه زي ظله، لما يحتاج لاي حاجه تكوني موجوده. خلاص يا امي ملهوش لازمة الكلام ده دلوقتي، يلا خلينا نروح على بيتنا. وفعلا بياخد العمد مراته وكمان عبد الرحمن وإسراء، هو بروح على بيت العمدة
بيت العمدة القصر الكبير، وفي شقة عبد الرحمن وإسراء. بيدخل عبد الرحمن ومعاه إسراء، وبقول لها: إسراء، أنا عارف إنك مش موافقة على الجوازة دي، وعارف إنك مجبورة عليها. أنت اتجوزتيني بسبب أبوكي وبسبب الفلوس، بس ما تقلقيش، أنا مش هجبرك على أي حاجة ولا هطلب منك أي حاجة. أنا عارف إنك مش بتحبيني، وأنا مش هتمم الجواز بيكي غير لما نفهم بعض ونحب بعض. طب لما أنت عارف إن أنا مجبورة أتجوزك، ليه قبلت بالجوازة دي؟ ليه كمان عارف إن أنا مش بحبك؟ أنا أصلا عمري ما قعدت معاك، ولا عمري اتكلمت معاك، ولا عمري شفتك، فأكيد من الطبيعي مش هحبك. إزاي وافقت؟ ليه؟ ليه تتجوزني وتشتريني بالطريقة الرخيصة دي؟ لما أبويا كلمني وقال إنه شاف لي عروسة وقال لي عليكي ووراني صورتك، بصراحة جمالك شدني، علشان كده ما قدرتش أرفض. بس النهاردة لما شفتك ولقيتك مش لابسة فستان الفرح، عرفت إنك مجبورة على الجواز، وإن أنت مش مبسوطة، بينما أنا قبلت بيكي. أنت كان ممكن ما تقبليش، أنا عارف إن أنت من حقك ترفضي، ما هو مفيش بنت هتكون مبسوطة وهي بتتجوز واحد عاجز زي قاعد على كرسي بعجل يعني. إسراء حست بالحزن بسبب كلامها، وكمان حست قد ايه هي قاسية بعد ما عبد الرحمن قال الكلام ده، فهديت شوية في الكلام لأنه صعب عليها، وردت وقالت: أنا مش رفضتك علشان خاطر أنت عاجز، الكلام ده كله بتاع ربنا، ممكن أكون أنا كنت أكون مكانك وأكون أنا اللي عاجزة، الحاجة دي ربنا بيبتلانا بيها، وهو ابتلاك، ده باب من أبواب الجنة مفتوحالك، بس أنت حط نفسك مكاني، اتجوزت واحد وعمري ما قعدت معاه، ولا حتى كلمته كلمة واحدة، ولا حتى شفته، إزاي عاوزني أتقبله وأنا مش عارفة عنه أي حاجة؟ طبعا هكون مجبورة، هي جوازة وخلاص، علشان كده أنا كنت زهقانة من الموضوع. أما بالنسبة لموضوع عجزك ده فملوش دعوة برفضي، رفضي إن أنا معرفكش، رفضي إن أنا عمري ما شفتك، رفضي إني ما تعاملتش معاك. أكيد يعني من حقي أختار شريك حياتي، من حقي أختار الإنسان اللي هكمل معاه، بس أنا ما اخترتكش لأني معرفكش، علشان كده كنت رافضة الموضوع. خلاص يا إسراء، إحنا ممكن نكون صحاب لحد ما ناخد على بعض ونحب بعض. أنا يا إسراء مش هجبرك على أي كلمة، أو حتى هجبرك على أي حاجة، أو هقولك كلمة تزعلك، وعمري ما هطلب منك حاجة غير لما أنت تيجي وتقولي إنك بقيتي بتحبيني. مرضية كده يا ستي؟ خلاص ماشي، وأنا موافقة. طب يلا علشان تساعديني، علشان ندخل أوضتنا وننام فيها، ما تقلقيش أنا هنام على الكنبة وانتي تنامي على السرير، بس لازم ننام في أوضة واحدة علشان خاطر محدش يلاحظ أي حاجة علينا، لأني مش عايز حد يعرف اللي ما بيننا أو يعرف حياتنا الخاصة ماشية ازاي. خلاص ماشي، وأنا ما عنديش أي مانع، ده أحسن حاجة إن محدش يعرف خصوصيتنا، ويكون لينا خصوصيات محدش يتدخل فيها. طب اتفضلي ادخلي يا إسراء، غيري هدومي وخدي دش بتاعك، وانا هفضل قاعد هنا لحد ما تخلصي، نادي عليا. وفعلا إسراء بدأت تدخل علشان تغير هدومها من غير ما تقول ولا كلمة، بس كانت بتفكر وهي ماشية مع نفسها وبتقول: هو ازاي عبد الرحمن بيعاملني باللطف ده؟ كويس قوي معايا بالطريقة دي، ده انا كنت بحسبه هياخدني خدامة عنده وهم هيعاملوني أبشع معاملة، بس الموضوع طلع غير كده، أنا كنت ظلماه، باين عليه إنسان كويس جدا، متحضر ومتعلم. وفعلا غيرت إسراء هدومها ونادت عليه، كانت لابسة بيجامة طويلة وكمان تحتها بنطلون طويل، ورغم كده كانت جميلة جدا، كان أول مرة يشوفها بشعرها، كانت جميلة جدا. فضل يبصلها شوية وبعدها فاق لنفسه لما حسها اكتشفته وبقت تتحرك، وقال لها: انت هتنامي هنا على السرير وانا هنام على الكنبة علشان خاطر تكوني مرتاحة في نومتك يا اسراء. لا طبعا، انت اللي هتنام على السرير علشان خاطر رجلك، وانا هنام على الكنبة، ما تقلقش انا طول عمري بنام على سرير اصغر من الكنبة ومش مريح، ما بالك بقى بالكنبة المريحة دي، هكون مرتاحة ما تخافش. ان شاء الله هعوضك عن كل القسوة اللي انت شفتيها في حياتك، وهجيب لك كل اللي انت بتحلمي بيه.
صدقني أنا مش عايزة منك غير المعاملة الطيبة وبس. يلا اتفضل تعالى أما ساعدك تطلع على السرير علشان خاطر تنام وترتاح. وبعدها فضلت تساعد عبد الرحمن وهي بتساعده علشان تنومه على السرير، وبتحاول تسنده وبتشيله من على الكرسي. للأسف وقعت على السرير وعبد الرحمن وقع في حضنها، وهما الاتنين فضلوا يبصوا في عيون بعض، ما كانش فيهم حد عارف يهرب من عيون التاني. كانت بتبص في عينيه وحاسة إن في حاجة بتتحرك في قلبها اتجاهه، بس بسرعة شالت عبد الرحمن وهو قال لها: أنا آسف جدا، أنت اللي سندتيني بطريقة غلط فعلشان كده وقعت عليكي. أنا آسف جدا، أرجوكي مش تفهميني غلط، كل اللي حصل ده سوء فهم. خلاص خلاص، ملهوش داعي للاعتذار أو الأسف، اللي حصل سوء فهم وخطأ مني، أنا أسفل جدا لو أنت اتأذيت. يلا علشان أساعدك صغير هدومك وتنام. وهنا إسراء قالت الكلمتين وفعلا ساعدته وكمان غطته وراحت تمشي بكل ثبات على الكنبة. أما هو فضل طول الليل نايم يفكر فيها ويبص لها وهو كان على السرير وهي نايمة، كان معجب بيها جدا، كان بيتمنى من كل قلبه لو كل الغضب اللي جوه إسراء يتحول لحب ليه. وتاني يوم صحيت إسراء، جهزت هي ومحمد وخدته ونزلت عند حماتها. أول ما نزلت كانت حماتها وأخت عبد الرحمن قاعدين. قالت أم عبد الرحمن: صباح الفل يا عرسان، عاملين ايه؟ منورين الدنيا كلها والله. صباحية مباركة يا عرسان، أنا عايزاكي يا إسراء تهتمي بعبد الرحمن وتعملي كل اللي هو عايزه وكله بتمنه، يعني احنا مقابل ان انت تخدمي عبد الرحمن وتعملي له كل اللي هو عايزه، وان انت تعيشي انت وابوكي عيشة كويسة ونصرف على عيلتك، علشان كده خدمتك لاخويا واخدة تمنها. أيوة يا إسراء، كمان أي حاجة يطلبها منك لازم تنفذيها وتعمليها على طول بالحرف الواحد من غير ما تتلمضي، مش عايزة أسمع أي شكوى منك خالص، ولا أسمع حتى إنك في يوم زعلتي عبد الرحمن ابني في حاجة. إحنا دافعين فيكي 400,000 جنيه، عارفة يعني 400,000 جنيه؟ يعني لو كان أبوك اشتغل عمره كله ما كانش هيعرف يعمل ربعه. أنت لازم تعوضينا بالفلوس دي بخدمتك لابن عبد الرحمن. وهنا بس الدموع اتملت في عيون إسراء، لأنها كانت عارفة إن كل ده هيحصل وإن هي هتكون في نظرهم خدام اشتروها بالفلوس. هنا بدأت تسيطر على دموعها، ما كانتش عارفة بس عايزة تسيطر عليها قدامهم. بس فجأة لقيت عبد الرحمن بيتكلم بغضب وبيقول: انتوا ازاي تتكلموا مع مراتي بالاسلوب ده؟ انتوا ناسين هي مين؟ هي مراتي، فاهمين يعني ايه مراتي؟ يعني مش ملزومة تعمل لأي واحد فيكم أي حاجة، ومش هتعمل حاجة في البيت ده خالص، الخدم هم اللي يعملوا. هي مش هتعمل حاجة غير اللي أنا أقولها عليه، اللي أنا جوزها، أنا الوحيد اللي ليا حاجة أقولها تعمل إيه وما تعملش إيه. يا ريت ما شوفش الأسلوب ده ولا الطريقة دي تاني بتتكلموا بيها مع مراتي. أنا ابن العمدة ودي مراتي ابن العمدة، يعني احترامها من احترامي، فاهمين؟ وهنا إسراء اتبدل قهرتها وعياطها ودموعها بساعة ما محمد قال كلام لبصة مبسوطة جدا، ما كانتش متوقعة إن هو يتكلم بالطريقة دي، هو شخصيته قوية مش هيخلي حد أبدا يستغلها بسبب أبوها وأخدان الفلوس منه. وهنا اتكلمت أم عبد الرحمن وقالت: ما تزعلش يا عبد الرحمن، احنا مش قصدنا حاجة يا حبيبي، احنا بس مش عايزينها تزعلك أو أي حاجة. وانتي يا اسرار ما تتعزعليش، ويلا روحي من فضلك اعملي لنا كوبايتين شاي وشوفي لو محمد عايز حاجه. مش زعلانه ولا حاجه يا حماد، حاضر هروح اعمل لكم الشاي. استني يا اسرار، ما تروحيش تعملي حاجه، الخدم في المطبخ هما اللي يعملوا لهم الشاي. انا بقول لك اهو مفيش اي شغله تشتغليها في البيت دي غير باذن مني، انا مش هخلي حد يعاملك على انك خدامه هنا. انت فاهمه ولا لا؟ انت بتكوني مرات ابن العمد ولازم تعرفي قيمتك كويس في البيت هنا. حاضر يا عبد الرحمن، بس بالراحه ما تتعصبش، وانا هعمل اللي انت عايزه كله. رغم ان عبد الرحمن كان قاعد على كرسي متحرك الا انه متحكم جدا في كل البيت، كلمته تقريبا بتمشي على كل اللي في البيت، شخصيته كانت قويه جدا
ومفيش حد كان يقدر في البيت يرفض له طلب، وكان لازم من أول يوم يعمل العمل علشان أمه وأخته يعرفوا إن إسراء زيها زيهم في البيت هنا علشان خاطر محدش يستغلها. وبعدها عبد الرحمن أخذ إسراء وطلع على شقته وطلب من واحدة من الخدم تجهزهم الأكل وتطلعهولهم على فوق، وساعتها اتكلم معها وقال: أنا طلبت أكل علشان تاكلي يا إسراء، أنا مش عارف إيه الأصناف الأكل اللي بتحبيها، علشان كده طلبت يعملولنا كام صنف وكل اللي نفسك فيه واللي انت عايزاه قوليلي عليه وانا اعملهولك او اخلي حد يعملهولك. هو انت ازاي بتعاملني باللطف والطيبة دي؟ ازاي بتعاملني بالحنية دي كلها؟ دو ازاي وقفت تدافع عني وعملتلي قيمة كبيرة اوي؟ عمري ما كنت اتخيل ان انا هكون كده. انا كان كل خوفي ورفضي للجوازة ان هما هيعاملوني كأني خدام، بس انت طلعت طيب. انت مع الكل كده ولا معايا انا بس؟ اسراء، يمكن انت ما بتعتبرنيش جوزك، بس انا بعتبرك مراتي. انا سايبك براحتك لحد ما انت اللي تحبيني وتتقبليني كزوج ليكي، بس انا بعتبرك خلاص مراتي. مراتي اللي لازم تكون قيمتها من قيمتي وكرامتها من كرامتي، وزي ما قلتي تحت للكل برجع اكرر لك تاني، انت بتكون مرات ابن العمدة، يعني ست البلد كلياتها، واللي يفكر يبصلك بصة مش تعجبك اخزق له عينيه. شكرا يا عبد الرحمن، الف شكر ليك. انت ما عملتش حاجة وحشة لي، انا كنت متوقع انك هتعاملني وحش بسبب تصرفات ابويا وجشعه وحب للفلوس اللي دايما مرخصني ده. ما اسمعش كلمة مرخصاك دي، انت غالية جو غالية جو في نظري، وكمان انا عايز منك تحكي لي كل حاجه، مش عايزك تشكريني، عايز تحكي لي عن حياتك، عايز اعرف كل حاجه عنك، ايه اللي حصل لك في حياتك وكنت عايشه ازاي. وهنا فعلا اسراء بدات تحكي كل حاجه مع عبد الرحمن، بدات تحكي له ازاي ابوها طول عمره ما بيشتغلش وقاعد مستني اللي يصرف عليه. في الاول كان بهدل امها، كانت امها اللي بتصرف على البيت، بس بعد موتها بدات هي اللي تصرف، وازاي كان قاسي عليها وازاي كان بعملها وحش. في ساعتها عبد الرحمن قال لها: وعد مني يا اسراء، كل الشغل والمرمطه اللي تعرضت له في حياتك لحوضك عنه، وهعوضك عن قسوه ابوك، وهكون ليك السند والحمايه والاب وكل حاجه في الدنيا. انت غايب قوي يا عبد الرحمن، اول مره اتكلم مع حد وافتح له قلب واحكي له عن كل حاجه في حياتي. ما تعرفش انا جد ايه مرتاحه لما اتكلمت معاك يا عبد الرحمن، فعلا حاسه بالامان. وانا كمان مبسوط جدا اني اتكلمت معاكي، انا عرفت كده هوايتك، انت بتحب الرسم، بتحب ترسمي، انا بقى هعمل لك مفاجاه صغيره وهجيب لك كل ادوات الرسم علشان خاطر تمارس هوايتك اللي بتحبيها وترسمي براحتك. وهنا اتحولت اسراء زي العيله الصغيره، اول ما قال انه هيجيب لها ادوات الرسم وفضلت تتنطط وهي فرحانه جدا وتشكر محمد، ومن غير ما تحس بنفسها حضنته جامد جدا. وبعدها فاقت لنفسها وبعدت وقالت بكسف: انا اسف ما كانش قصدي احضنك، بس انا فرحت جدا انك هتجيب لي ادوات الرسم لاني ما كنتش بقدر اشتريهم. هي في واحده برضو تتاسف لما تحضن جوزها. هنا عبد الرحمن عارف ان اسراء اتكسفت جدا وما كانش عايزها تتكسف وتتحرج اكتر من كده، فحب يغير الكلام وقال: بتعرفي ترسمي ولا فاشله؟ يعني مثلا هتعرفي ترسميني ولا هتطلعيني وحش زي العفريت؟ لا طبعا انا بعرف ارسم، هات انت الادوات واقعد قدامي وانا ارسمك دلوقتي اهو. وفعلا عبد الرحمن بعت يجيب لاسراء كل ادوات الرسم، واسراء بدات ترسم وكانوا مبسوطين جدا وبيضحكوا لدرجة إن أصوات ضحكهم وصلت لأهل عبد الرحمن اللي كانوا تحت منهم، وكانوا فرحانين لعبد الرحمن جدا ومبسوطين هما شايفينه إزاي بيضحك بالطريقة دي من زمان أوي من وقت الحادثة وهو دافن نفسه وهامم نفسه، وعمرهم ما شافوه مبسوط وسعيد كده. علشان كده كلهم وعدوا نفسهم إن أسراء من النهاردة هتكون واحدة منهم. وبعد مرور شهر من الجواز العلاقة بقت جميلة جدا. أسراء كانت قاعدة معاه وبتقول له: عبد الرحمن
انا عايزه اقول لك على حاجه بقالي كام يوم كده ومتردده ان انا اقولها لك. قولي يا اسراء. عايزه ايه؟ محتاجه فلوس؟ محتاجه حاجه وانا اجيبها لك يا عمري؟ لا انا مش محتاجه فلوس ولا محتاجه حاجه بصراحه. دي انا عايزه اقول لك ان انا بحبك يا عبد الرحمن. انا عايزه اكمل حياتي معاك. انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي. عوض ربنا فعلا ليا عن كل حاجه وحشه شفتها في حياتي. انا بحبك قوي. انا بجد مبسوط قوي اني سمعت الكلام ده منك. انا مش كنت عايزه اقولها لك ولا اقرب مني غير لما تقوليها انت. انا بحبك قوي من يوم ما شفتك يا اسراء، من يوم ما شفت صورك وانا واقع في حبي وعشق ليكي. انا بحبك قوي. انا كنت خايف تضيعي مني، كنت حموت فيها. انا بحبك وهفضل معاك العمر كله، طول ما ربنا مديني نفس هفضل معاك لازق فيكي، عمري ما هبعد عنك. انا ما اقدرش ابعد عنك لحظه. انا يا عبد الرحمن بحبك. انا يا عبد الرحمن هكون رجلك اللي انت بتمشي بيها، وانت هتكون ظهر وسند وحمايتي، وهنفضل مع بعض لاخر يوم في عمرنا. انا وانت بنكمل بعض. انت هتكون الاب والاخ والسند والحنيه وكل حاجه اللي عمرها ما تتعوض، وانا هكون عكازك اللي بتسند عليه علشان تمشي، وعمرنا ما هنبعد عن بعض. عبد الرحمن في الوقت ده شدها الحضن، وبعد حوالي كام ساعة كان تمم جوازه بيها، وهو كانوا نايمين جنب بعض وبيضحكوا. عبد الرحمن قال لي إسراء بكل حب: مبروك مبروك يا أكتر حاجة فرحتني في حياتي، مبروك يا حبيبتي، بقيت دلوقتي مرات العمدة بحق وحق. أنا بحب الجو، بحب الجو يا إسراء. نفسي تكملي معايا الحياة من غير أي مشاكل، بس خايف لما نكبر تندمي وتقولي ايه اللي خلانا اتجوز واحد معاق قاعد على كرسي بعجل. اخضع عليك يا عبد الرحمن، اوعى تقول كده. انا قلتلك انا هكون رجلك اللي بتمشي بيها، وانت ظهر وحمايتي. انت اديتني الحنان اللي ابويا ذات نفسه مش عارف يديهول. المعاق مش معاق الحركه اللي ما بيمشيش، لا، المعاق اللي ما عندوش دم، اللي يبقى سليم وصحته سليم وقاعد في البيت مستني حد يصرف عليه، اللي يبيع في بنته، اللي بيع في مراته ويشتري. بس انت رغم ان انت مش قادر تتحرك الا انك كلمتك سيف، وبتصرف عليا ومش مخليني محتاجة حاجة غير الحب والحنية والاهتمام. المعاق المعاق في العقل والقلب مش في الحركة. انا بحبك يا عبد الرحمن، وزي ما قلتلك انا رجلك وانت ابويا وحبيبي وكل حاجة. يلا خلينا نرتاح شوية. وتوتة توتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة يا بنات ولا بنتوتة. طيب كده يا أحلى جمهور في الدنيا دي كلها تكون انتهت قصتنا. قصتنا النهاردة مش بتحكي عن شخص عاجز اتجوزته بنت غلبانة علشان طمع أبوها ووقعه في شقوه، لا، القصة بتتكلم عن حاجة أكبر من كده، الرضا، وإنك تبقى عارف إن ربنا عمره ما هيرضالك بالظلم، وانه مهما طال الظلم مسيره هينتهي، زي ما مهما طال سواد الليل مسيرها بتطلع الشمس وتنور الكون كله. بتمنى من حبايب قلبي يعرف ان ربنا له حكمه في كل حاجه، وان هو لو حطك في مشكله فده بيختبرك او محتاج انك تلجأ له وتدعي له. يمكن ربنا بيحبك اكتر ما انت بتحبه، علشان كده عايزك تروح وتحتاج له. بتمنى من حبايب قلبي يمشوا في طاعه ربنا وما ينسوهاش، علشان اللي بيمشي بعيد طريق ربنا اخرته دمار. وان عجبتكم القصه ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. دمتم بحفظ الله ورعايته. الى اللقاء في قصه تانيه.